بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم اسلام طاهر، وان شاء الله النهارده مكملين في شرح كتاب انجلش جرامر نيوز كالعادة، الكتاب الأفضل على الإطلاق. والنهارده معانا الوحدة 77 من الكتاب الرائع لشرح قواعد اللغة الإنجليزية، ومستمرين مع سلسلة دروس ده الدرس الخامس على التوالي أو بالتتابع لشرح استخدامات ذا تأتي مع ولا تأتي مع، ولكن الدرس اللي احنا فيه النهارده والدرس اللي جاي إن شاء الله عن الأسماء التي تأتي مع ذا ولا تأتي مع ذا. أوكي، طيب خلي بالك، درس النهاردة يعتبر هو اللي بيتبنى عليه شرح ذا في المناهج عموما في أي مكان. يعني تقريبا اللي فات دمت كنوع من أنواع اللي هي أقول لك إيه، الاختلاف الطفيف اللي ما يفهموش إلا مثلا يدرس للليفلز العالية. أما درس النهاردة والدرس اللي جاي إن شاء الله، ده اللي بيتدرس في المناهج العادية للأولاد في المراحل المتوسط الإعدادي أو الثانوي، أما الدروس اللي فاتت هي اللي كانت بتدرس للجامعات أو النظام الأعلى شوية. نشوف درس النهاردة إن شاء الله يعجبكم. الأسماء التي تأتي مع ذا ولا تأتي بدون ذا. لا تنسى كالعادة دعمك المباشر، لايك، شير لزملائك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، كومنت لو أنت عايز تسأل على أي حاجة في الدرس، اكتب الوقت بتاع الجزئية اللي أنت بتسأل عليها. واخيرا الكاردز البطاقات فيها كل حلقات انجلش جرامر نيوز، لو ضغطت عليها هيجيب لك الحلقات كامله بالترتيب، تقدر تتنقل من اي درس لاخر بسهوله. هذا وبالله التوفيق، ولنبدا يا ساده درس جديد مع ذا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يونت 77 names with and without the part 1. okay. section A. we do not use the with names of people. ادي اول جزئية، لا نستخدم the مع اسماء الناس. يعني اسلام ما قولش the اسلام، احمد ما قولش the احمد، ابراهيم ما قولش the ابراهيم or the ابراهيم. okay. هيلين، هيلين تايلر، etc. اوكي، يبقى الاسماء لا نستخدم معها ذا. سجل لو انتوا فاكرين، كنت طلبت منكم في من اربع دروس نعمل جدول ونكتب فوق ذا ونقسمه نصين، with without، مع بدون، مع ذا بدون ذا، وبتكتب تحتهم. المفروض لو انت معاك الليستة بتضيف عليها لسه. in the same way، بنفس الطريقة وبنفس الشكل، we do not normally use the with names of places. for example، بنفس الاسلوب ما بنستخدمش ذا مع اسماء الاماكن، وده حاجة جميلة انك تعرفها، هو مجهز لك الجدول اساسا. اوكي، first اول حاجة continents، القارات، افريكا ما قولش the africa، يوروب اوروبا ما نقولش the europe، اوكي or the europe، south america ما نقولش the south america. تمام، يبقى اول حاجة continents، القارات ما بنستخدمش معاها ذا. طيب countries states، الكونتريز الدول، وستيتس اللي هي الولايات، خلي بالك ما بنستخدمش معاهم ذا. فرانس، بس الستيتس شيل خليها اوكي، لان هتيجي بعد شويه كلمه ستيتس في حاجه ثانيه، ذا ستيتس. اوكي، الدول والولايات ما بنستخدمش معاهم ذا. فرانس ما بقولش ذا فرانس، اسم الدوله. جبان ما بقولش ذا جبان. سويسرلاند، سويسرلاند ما بنستخدمش معاها ذا. تكساس دي ولاية من ولايات كاليفورنيا، ما بنستخدمش معاهم ذا. نيويورك ما بنقولش ذا نيويورك. اوكي، ايلاند الجزر، سيسلي جزيرة سيسلي، برمودا، تازمانيا من غير ذا. سيتيز المدن، تاونز برضو اللي هي المدن او هي مدن، اتسترا الى اخره. كايرو القاهرة، نيويورك نيويورك، بانكوك بانكوك مدينة بانكوك. ماونتينز الجبال، اوكي ماونتينز زي ايفرست جبل ايفرست، مش محتاجين نحط لهم ذا، هم كده كده معروفين. اتنا كلمنجارو. اوكي، يبقى دلوقتي عندنا واحد النيمز الاسماء لا نستخدم معها ذا، كونتيننتس القارات لا نستخدم معها ذا، كونتريز ستيتس الدول والولايات لا نستخدم معها ذا، ايلاندز الجزر لا نستخدم معها ذا، cities towns لا نستخدم معها ذا، mountains لا نستخدم معهم ذا.
يبقى دلوقتي عندك 6 حاجات من أول الدرس عرفنا إن ذا لا تأتي معه، تمام. But ولكن we use the، بنستخدم the in names with، بنستخدم the مع republic الجمهوريات، kingdoms الممالك، states الولايات. طيب نشوف الموضوع ده، ايه موضوع states اللي انت بتقول عليه ده، etc. okay. The Czech Republic جمهورية التشيك، the United Kingdom اللي هي the UK اللي هو بريطانيا، اوكي المملكة البريطانية او المملكة المتحدة اللي هم قصدهم على بتاعت بريطانيا، the Dominican Republic جمهورية الدومينيك الجزر الغريبة اللي مع بعضها دي، the United States of America اللي هي the USA، خلي بالك states اللي هي the states، اوكي انما لو هو بيقول اسم الولاية، اسم الولاية نفسها مش هتحط قدامها ذا، خلي بالك من الجزئية دي. compare قارن، have you been to Canada or the United States؟ اوكي have you been to Canada، كندا اسم دولة فما ينفعش نحط قدامها ذا لأنها من countries، or the United States عندنا كلمة states لما بيجي مع حاجة بنحط قبلها ذا، عندنا the republic the kingdom the states دول ما بيجوا معاهم ذا، أما لو اسم المكان نفسه أو اسم الدولة نفسها أو اسم المدينة نفسها أنت مش محتاج تحط ذا زي كلمة كندا. اوكي سيكشن بي، when we use مستر مسز ك ام سوري مس كابتن دكتور اللي هي الالقاب تايتلز اللي بتبقى قبل الاسماء وبعد كده بيجي نيم، وي دو نوت يوز ذا، انت مش محتاج تحط ذا لان التايتل نفسه هو جاي كفيل بيها، يعني بدل ما اقول يعني ما ينفعش اقول ذا اسلام وده قلناه في الاول يبقى انت تقول ايه مستر اسلام. اوكي وي سي، سو وي سي مستر جونسون دكتور جونسون كابتن جونسون بريزن جونسون، اوكي ما اقولش ذا جونسون لانك لو قلت ذا جونسون حتى ذا جونسون ما يجيش، ذا جونسونز تمشي، ليه؟ لو قلت ذا جونسونز يبقى انت قصدك على عيلة جونسون الافراد بتاع العيلة كلها. اوكي انكل روبرت سانت كاثرين برنسز ماريا، اوكي ذا ما فيش، عمي روبرت القديس كاثرين او القديسة كاثرين برنسس ماريا الاميرة او البرنسيسة ماريا، اوكي كومبير نشوف الفرق ما بين ذا دكتور ودكتور في الجزئية دي، we called the doctor we called دكتور جونس، اوكي not the دكتور جونس، تمام. طب هو هنا بيقول لي نعمل مقارنة عليه، هنا قال لي ذا دكتور وهنا قال لي دكتور جونسون وما قالش ذا دكتور جونسون، اوكي لو تفتكروا من درس سابق في الاستخدام بتاع ذا لما يجي قبل النيم ده معناه يو مين ا سبيسيفيك بيرسون، شخص محدد شخص معين، يو اوريدي نو هيم بيفور اور يو ار اكاستمد تو ديل وذ هيم، انت متعود انت عارفه قبل كده او انت متعود انك تتعامل معاه من قبل، فلما نقول هنا وي كول ذا دكتور احنا عارفين اي دكتور انت راح تتصل عليه، عارفين اي دكتور انت بتتعامل معاه، اي دكتور مسؤول عن الاسره وبيكشف عليها، انما لما نقول وي كول دكتور جونسون احنا هنا اتصلنا على دكتور جونسون، مش شرط ان احنا نكون عارفينه قبل كده، هو ده التايتل بتاع الدكتور. اوكي فانت هنا طالما قلت دكتور جونسون يبقى مش محتاج تحط ذا، انما لما تقول ذا دكتور ذا دكتور اوكي يبقى ده معناه ان ذا دكتور انت عارف الدكتور ده ومتعامل معاه قبل كده وكلنا عارفين انك بتكلم مين. اوكي تمام، انما لقب دكتور ما ينفعش يجي قبله ذا، ذا دكتور كذا لا مع النيم. وي يوز ماونت اللي هي ماونتين الجبل اند ليك ان ذا سيم واي وذاوت ذا، الجبال قلناها فوق زي لما قلنا كنا بنقرا عن ايفرست واتنم، وليكس اللي هي البحيرات وذاوت ذا دي برضه تضيفها ليهم، ذا ما بتجيش مع ليكس البحيرات. ماونت ايفرست ما اقولش ذا ماونت ايفرست، اوكي ماونت اتنا ليك سوبيريور ليك كونستانت ليك ما اقولش ذا ليك، اوكي they live near the lake، ايه المقصود بقى هنا they live near lake constant، اوكي طيب they live near the lake احنا نعيش بالقرب من البحيرة، ده معناه ان هي بحيرة انا وانت عارفينها من الكلام من خلال السياق، هي بحيرة واحدة اللي في المنطقة
وانا وانت عارفينها، زي بالظبط الجزئيه لما كنا بنشرح في 3 دروس او درسين من قبل في الدروس اللي فاتت. عموما لما بنقول في المكان بتقول ذا بانك، ذا بوست اوفيس، معروف هو بنك واحد، او البنك اللي انا بتعامل معاه هو ذا بوست اوفيس، هو مكتب بريد اللي انا بتعامل معاه، او هو الوحيد اللي موجود فانا رايح له. اوكي، فلما نقول برضو كلمة ذا ليك، معروف انها البحيرة الموجودة، انا عايش جنب البحيرة. اي بحيرة، هو هيبقى في كام بحيرة في المكان؟ وصلت الكلمة؟ انما لما تيجي تقول اسم البحيرة، يبقى انت ساعتها مش محتاج تحط قبلها ذا. اوكي، في سيكشن سي we use the، هنستخدم the with the names of oceans, seas, rivers and canals. هنستخدم the مع الأنهار، مع المحيطات oceans, seas البحار, rivers الأنهار and canals والقنوات اللي هي قنوات المية زي قناة السويس مثلا، المجاري المائية اللي ما بين نقط التقاء. The Atlantic Ocean المحيط الأطلسي أو الأطلنطي، The Indian Ocean المحيط الهندي، The Mediterranean Sea البحر الأبيض المتوسط أو البحر المتوسط، The Red Sea البحر الأحمر، The Canal between France and Britain القناة ما بين فرنسا وبريطانيا، The Amazon الأمازون الأنهار دي طبعا، The Nile River نهر النيل، The Suez Canal قناة السويس. We use the with the names of deserts. بنستخدم the مع أسماء الصحاري، الصحراء. زي طبعا أكبر صحراء في العالم اسمها، هي اسمها صحراء أساسا. The Sahara Desert، The Gobi Desert تقريبا قريبة تلتينها أو حاجة، تلتين المساحة بتاعت الصحراء، مش فاكر المعلومة أوي. عموما لحد هنا كده مظبوط، عرفنا إن oceans, seas, rivers, canals، صحراز، كل دول بيجوا مع the. تمام، اما اللي قبل دول من غير the. حلو، ليك بتيجي مع من غير the لو جه مع اسمها. تمام، في سيكشن دي الدرس ماشي بسرعة اعتقد يعني. We use the with the plural names of people and places. بنستخدم the مع الاسم الجمع من اسماء الاشخاص واسماء الاماكن. حلو، ايه ده، انا شايف كلمة countries جت، ايه ده مش قلنا countries ما بيجيش معاها ذا؟ لما تتجمع، لما المكان يتجمع تحط قبله ذا، people الناس. مش انت قلت في الاول ان لما ذكرت اسم كان ده مكتوب هيلين، هيلين تايلور، ما ينفعش احط قبلها ذا، لو بقى جمع تقدر تحط قبله ذا. people countries groups of islands، ايه ده mount ranges، يا نهار ابيض، مش كل الجدول ده، الجدول ده تقريبا كان موجود فوق انه ما بيستخدمش معاه ذا، خلي بالك. We use the with plural nouns مع الأسماء الجمع of people and places. أكيد هتدينا معنى تاني، نشوف كده. People the Taylors، إيه ده أنت كنت بتقول لي هيلين، هيلين تايلر، طب لما تقول the Taylors، the Taylor family أسرة تايلر، the Johnsons أسرة جونسون، أوكي، the Taggins أسرة تاجن، أوكي. Countries الدول، The Netherlands بلاد، أنا نسيت النيذرلاندز اللي هي هولندا. The Philippines الفلبين جزر وحاجات من دي. The United States اللي هي الولايات، أوكي. يبقى أنا بقصدي على إيه؟ countries دول، هي حاجات كده في بعضها كتير، لما تتجمع تحط قبلها the. تمام، زي كلمة جزر المالديف، The Maldives صح؟ هي المالديفز ايلاندز، لو قلت اسم الايلاند اللي جواها الجزيره نفسها مش محتاج تحط ذا. لما تيجي تتكلم عليهم كلهم كجروب، كجروب بنقول ذا مالديفز صح؟ ذا مالديفز جروب اوف ايلاندز، ذا كانيريز، ذا كانيري ايلاندز، ذا بهامز. اوكي، ربنا يوعدنا كده ونروح نزور الحاجات الحلوه دي. ماونتن رينجز، امين، ماونتن رينجز سلاسل الجبال. خلي بالك احنا فوق قلنا الجبال زي ايفرست، اتنا وكان في جبل كمان مش فاكر ايه، وكلمنجارو اعتقد حاجه زي كده اللي هو موجود في جنوب افريقيا. دول عباره عن ايه؟ ما بنستخدمش معاهم ذا، ولكن لما تيجي تتكلم على سلاسل الجبال ورا بعضها معروفه السلسله بنستخدم قبلهم ذا. ذا روكي ماونتينز، ذا روكيز، ذا اندز،
the Alps. Okay, the Alps. Okay, the highest mountain in the Alps is Mount Blanc. Okay, Mont Blanc. مش Mount, Mont. وأخيرا عرفنا كده الجزئية بتاعت the مع اللي كانوا فوق اللي هو الجدول الأولاني. لا نستخدم the مع names, continents, countries, states, islands, cities, towns, mountains و lakes مع البحيرات برضو. وتحت قال لنا نقدر نستخدم معهم the ولكن في حالة لما يكونوا أسماء جمع أو أشخاص أو أماكن. فقال لنا the Taylors, the Netherlands, the Canaries, the Rocky Mountains, the people, countries, groups of islands, islands, mountain ranges لما يجي معهم the وهم جمع. تمام. في سيكشن E E U U U ده يبقى we say نحن نقول the north الشمال of Brazil, the southeast of Spain الجنوب الشرقي اسبانيا لاسبانيا. ولكن but هنا the north of Brazil هنا northern Brazil البرازيل الشمالية without the south east of Spain but south eastern Spain جنوب الشرقي الاسباني او اسبانيا الجنوبيه الشرقيه. اه يبقى احسن كده اسبانيا الجنوبيه الشرقيه. انا قلت الترجمه غريبه دي. حلو. يبقى لما يقول الاتجاه of هتستخدم ذا. لو قال لك الاتجاه اللي هو الجزء القطعه او المكان البليس نفسه شمالي او جنوبي او الغربي باستخدام northern eastern western يبقى مش تستخدم معاهم ذا لما يجي يتكلم على location. اوكي لما لو بتوصف المكان هو في اي اتجاه محتاج تحط ذا. compare قارن. Sweden is in northern Europe. Spain is in the south. حب سويد موجودة في أوروبا الشمالية. حلو. سبين اسبانيا موجودة في الجنوب. لما أقولك أوروبا الشمالية northern Europe يعني الجزء الشمالي من أوروبا. Spain is in the south موجودة في الجنوب. جنوب ايه؟ جنوب أوروبا عموما. اوكي هي واحد بس ولكن لما تحط المسمى بتاع northern مش تستخدم ذا كلوكيشن كموقع بالتحديد انما لما تحط الاتجاه الاتجاه directions هتحط ذا اللي هو ذا عندنا the north the south the west the east صح؟ حلو. وفي طبعا قال لك also ايضا the middle east middle east تستخدمها مع ذا the far east الشرق البعيد طبعا يقصد شرق اسيا. we also use ايضا نستخدم north south نفس اللي قلنا عليهم ولكن مش هنحط معاهم ذا لما يكونوا مستخدمين على الخرائط على ما اعتقد او حاجه كده. شوف without ذا in the names of some regions and countries في بعض الاماكن طبعا الحاجات معروفه ذا they زي او مثل north america south america مش هنحط معاهم ذا. Note that on maps على الخرائط the is not usually included in the name. على الخريطة ما بنستخدمش the ولكن in written English في لما تيجي تكتب هتحتاج انك تحط معاهم the. اوكي الاتجاه بالنسبة لل directions. وبالنسبة لكلمتين North America South America مش تحط معاهم the لأنهم بره القاعدة مع بعض الأماكن والدول. It's so easy. أتمنى يكون درس واضح إن شاء الله. هو ده تقريبا اللي بالشرح للطلبة ذا تأتي معه ولا تأتي معه عموما كذا 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 انت لو قسمتهم هتلاقي نفسك هم ست سطور بالظبط حطيت فيهم التايتلز العناوين وخلاص. الدرس القادم ان شاء الله تكمل نفس الدرس هذا الاسماء التي تأتي مع او تستخدم ذا ولا تستخدم ذا ان شاء الله يكون درس بسيط. واتمنى ان تكونوا استفدتم من درس النهارده. القاكم على خير هذا وبالله التوفيق ولا تنسوا المصالح دعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله.